تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة عن العدد الأول من مزمور 27، خصوصا الجزء الأول منه. العدد الأول بيقول: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. قائل هذا المزمور اللي ربنا اداله هذا المزمور هو أخونا داود. أخونا داود أكثر واحد فينا جميعا تعرض لكوارث ولضيقات منذ حداثته، من هو صغير. مين من حضراتكم هو صغير قابله أسر ودب؟ أنا شفتهم في جنة الحيوانات في قفص. بس داود شافه معايا أنا وحاربهم وقتلهم. داود ده بني آدم، شاب صغير رقيق جدا، مرنم إسرائيل الحلو، تعرض لكل هذه الضيقات. وكتب لنا عدة مزامير من هذا المزمور العجيب: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. هنقضي فترة معاه النهاردة نتأمل يعني ايه الرب نوري وخلاصي. وتأملاتنا هتتركز عموما في الكتاب المقدس قد ما نقدر، وأيضا في اختبارات داود الشخصية. الرب نوري، يعني الرب نوري في الحياة الروحية. لازم نقول لك مين ربنا. تصور، طب ده النور بتاعه شكله ايه ده؟ الرب نوري، طب ده نور يعمل ايه ده؟ اول حاجة ينورها لك ربنا في السلوك. ربنا ينور عليك وربنا ينور علينا، محتاج اكتر منك. ينور لك العدو، تعرفه، انا عارف عدو مين. الراجل اللي بيشتم فيه ده عدوي، ايه باينه. الست اللي مضايقاني دي هي عدوتي. يا زوحة متخانق مع مراته، مراتي عدوتي. او واحد متخانق مع جوزي، جوزي عدو. لا، رب ينور لك العدو. مين عدوي؟ ترى من لا يرى. هتشوف اللي خلف الموضوع. مين خلف الموضوع؟ التنين، الشيطان نفسه. ده عدوك، لأنه اسمه عدو كل بر، عدو أتقياء الرب. بولس كلمنا عن هذا العدو. مصارعتنا ليست مع ايه؟ دم ولحم خالص. نحن لا نصارع دم ولحم، احنا مالنا ومال البشر. مصارعتنا مع اجناد الشر الروحية في السماويات، جيش كبير اسمه جيش الشيطان، جيش التنين. عشان كده لو تفتكر كويس، فاكر كويس،
تجد العدو ده لم يتقدم للحرب بشراسة إلا لما ربنا بارك الخدمة أو بارك حياتك. لأن إيه المقصود؟ المقصود علاقتك بالرب تنهزم، تكون مهزوم. لما ابتديت تشم نفسك العدو هاج عليك. المؤمن الفاتر، المؤمن العالمي اللي عايش في الدنيا ولا عليه ولا حاجة، ولا حتى الشيطان يعني يشغل باله بيه، يهمه ايه يدفع. ايه خطر مؤمن عالمي على معسكر الشيطان؟ خطر عليه في ايه؟ لكن المؤمن التقي بيختطف من النار. ايه ده؟ ده لازم يحارب. شاول الطرسوسي قبل ما بولس الرسول كان الشيطان بيحاربه فيه، ده كانوا اخر حلاوه بعض خالص. ايه يسلحوا بالقوه، يسلحوا بالعنف، يسلحوا بالانتصارات، يسلحوا بيهجج الناس، يسلحوا بسجن الناس، حاجه عظمه. نجاحات، نجاح ورا نجاح ورا نجاح ورا نجاح، لغايه لما امن. تفتكر الشيطان ما سمعش ربنا بيقول لحنانية لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل؟ ربنا يقول كده، الشيطان يقول طب حوريك، وربنا يقول له وريه، ما أنا عايزك توريه. كام يوم حلو نام بولس، نام بولس الرسول في سرير ما أقل هذه الأيام. لكن من اضطهاد لاضطهاد 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 لاضطهاد. ليه؟ لأنه مثمر، مثمر. الرب يوريك العدو، العدو هايج لأنك مثمر. عشان كده تقول هاليلويا ويشتموني، هاليلويا يحدفوني بالطوب، هاليلويا بيضايقوني، هاليلويا اشكر ربنا جدا. تفرح مع ان المفروض انك تحزن. لو نزلت لنفسك تصعب عليك نفسك تقعد تعيط، لكن لانك انت شايف مين اللي عامل العمله دي كلها تفرح. لذلك اصر بالضيقات، اصر بالاضطهادات، اصر بالضعفات، اصر بالضرورات، اصر بكل البلاوي اللي تحل عليها. ليه؟ لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. يوريك عدوك. يقول كده ايه؟ الرب نوري وخلاصي، ممن اخاف؟ اخاف من مين؟ اخاف من مين؟ اخاف من التنين؟ ما التنين ما يخوفش، ما يخوفش المؤمن الحقيقي. التنين سلطانه على المؤمن محدود بإرادة الرب، ما يقدرش يتقدم اكتر من الحدود اللي ربنا يرسمها له. لا أخاف. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، رايحين يأكلوا لحمه مضايقية وأعدائي، يبقى في أشرار مضايقين وأعداء كله وقع. ما حدش كان لحم داود، مات في سلام في الآخر، ربنا لما خلص عمره ربنا أخذه. يوريك عدوك. حاجة تاني ينورها لك، ينور لك كده تلاقي العدو. تبص للإنسان اللي بيهجم عليك وتعديه، ترى من لا يرى. تعرف ان اللي بيهجم عليك الشيطان وزي بني آدم ده اللي بيتكلم بس، لكن هو ذوك ورا متخفي، متخافش. بعد ما يوريك عدوك نور ربنا يوريك حاجة تاني كمان، يوريك صديقك. صديقك ومرة تاني سميه ايه؟ حبيبك. يوجد محب ألزق من الأخ، الأخ للشدة يولد. انت في شدة
الحقيقة في شدة خالص، في شدة. انظر إلى من لا يرى. الرب نوري، تشوف المسيح خلف الغيمة، تشوفه والتعب شديد قوي، تشوفه والسيف على رقبتك، تشوفه والرمح بيتوجه لك يا داود من شاول اخبط، شايف المسيح وحوض جه في الحيطة. تشوف المسيح وانت محاصر هناك، وجي شاول محاصرك، هنجو ازاي؟ خلاص هيكون لا فرحان. فعلا جي خبر لشاول، ربنا بعت له مرسال، قالوا الفلسطينيين دخلوا، راح ساب البلد. يعني ربنا قال الفلسطينيين يهجموا على البلد دلوقتي، او حتى عملها اشاعة ما اعرفش صح ولا غلط، عشان شاول يمشي ويسيب داود. داود في كهف، وشاول دخل يعمل زي الناس في الكهف ده، خلاص انتهى داود. تعرف ده الجيش بتاع شاول بره، وشاول جوه الكهف، ودود جوه الكهف. عمل مزمور، رنم رنم رنم، بيشكر ربنا على النجاة. نجاة يا عم، ده هلاك. لا لا، ده هلاك للي مش شايف من لا يرى. انا شايفه، شايفه شايفه. مين ده؟ حبيبي يسوع، محب ألزخ ملاخ. شايفه شايفه. في كل اضطراب يدخلك فيه الشيطان، في كل بلوى محرقة يسمح الله لك بها، لا تستغرب، زي ما قال بطرس، لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنما أصابكم أمر غريب. مش غريبة، سترى من لا يرى، ينور لك سكتك، ينور لك سكتك. سترى الحبيب، لكنك أيها الإنسان المؤمن حينما تقع في الضيق هتسمع صوت يقول لك ثقوا، أنا قد غلبت العالم. ثقوا، أنا أجيب، أنا هو، لا تخافوا. نور ربنا يوريك النهاية، نهاية المعركة، نهاية المعركة. الحقيقة في كل المعارك، في كل المعارك كم معركة تمت منذ بداية التاريخ إلى الآن بين الشيطان وأولاد ربنا؟ بلايين المعارك. الكتاب المقدس حكى لنا شوية منهم كده على بعضهم، ما أعرفش كام، لكن مش أقل من مثلا مئات الألوف يعني كتاب مقدس من البداية للنهاية في كل المعارك. مين اللي انتصر؟ كام وكام؟ نقول مثلا ربنا كتاب مقدس كتب لنا مثلا، نتخيل 200,000 معركة. كم معركة فيهم نجح الشيطان وكم معركة فيهم نجح ربنا؟ 200,000 نجح فيهم الرب، والشيطان ولا معركة، ولا معركة. تفتكر أكبر معركة كانت إيه؟ ها؟ علوا صوتكم، هي صح، بتقولوا صح، الصليب. ليه؟ لأن ربنا قال للشيطان أنا حمكنك تقتلني. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ قتلوك، حمكنك تقتلني. اكتر من كده عايز انتصار؟ هتقتلني. انا متهيألي ما كانش صدق اني اقدر اعمل كده، بس لأ، مات مات. مين اللي قتل الغلب؟ واحد حرب التاني، التاني مات، مين اللي غلب؟ الاولاني. ابدا، اللي مات هو اللي غلب. ايه ده؟
أشهرهم جهارا ظافرا بهم في أيف الصليب. يا للعجاب. عارف لو الشيطان حربك بأعدائه ومت أنت اللي انتصرت برضه، صدقني يا ريت أن يحصل معي. دي أمنية حياتي أن ربنا يمكن الشيطان أن يخليني شهيد لي. يا حاليا نفتحت المذبح على طول. إيه ده؟ العز ده يا ريت أستاهل، يا ريت أستاهل. رأيت نفوس الذين هم تحت المذبح، متى يا سيد تنتقم لدمائنا؟ ايه ده؟ يا رب اكرمني واكرم حبايبي برضه الكرامة دي. لو قتلك تبقى انت انتصرت. نهاية المعركة انتصار لأولاد الرب، ينورها لك. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ أخاف من إيه؟ أرتعب من إيه؟ عايز أقول لك حاجة، عيش للرب، طيع الرب. يقول لك أدخل في السياسة، أدخل. يقول لك انذر، انذر. اللي يقول لك عليه اعمله. ستجد نفسك تحت الحماية الإلهية وجيش سماوي يحيط بك. النتيجة معروفة. كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت لأولاد الأسود، أما متقوا الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. كنت فاكر نفسك أسد، قل يا رب أنا حمل. كنت فاكر لك شبل وليك أسد حميك، قل له لا يا رب أنا حمل، أنا محتمي فيك، أنا بتاعك يا رب، أنا خدامك، أنا ابنك. جيش الله يحميك، جيش الله يحميك. الرب ينور لك نهاية المعركة. حاجة تانية الرب ينورها لك، جميلة قوي. ينور لك ايه؟ ينور لك سلوكك في المعركة. انت تسلك ازاي دلوقتي؟ مؤمن التقي عرف مين عدوه، عرف مين صديقه، عرف نهاية المعركة. يقول له عايز أعرفك تسلك إزاي في المعركة، تدخل إزاي تحارب. لما راح داود ولقى جليات، هنا داود مسلح بأي سلاح؟ بالسلاح اللي ربنا قاله عليه. جليات الجتي كان مسلح بحيث ما فيش ولا سيف يقدر عليه، لانه كله متغطي بحديد. لكن في حته تنفع على زلطه صغيره هنا، دي فاضيه ما قدرش يغطيها بالحديد. ليه؟ ما لقاش كاب يعمل له حديد هنا، لغايه هنا بس، في حوالي حته بتاعت 2 سم كده فاضيه، دي اللي جت فيها الزلطه. فحربنا الروحية مع الشياطين، مع البشر، مع الناس، مع أي حاجة، ربنا يقول لك تعمل إيه؟ يقول لك حاجة، يقول لك لربنا، يقول لك اوعى ترد الكلام القبيح بكلمة قبيحة. تصور كلمة، لا تخرج كلمة قبيحة فمك. ليه؟ ده مش هينفع الا شتيمه معاه. ده قال له هدي المصيبه لو انت عملت كده. ليه؟
يقول لك انت اديت علة للمقاوم من اجل الشتم، وسخت نفسك بالمحاربة بسلاح غير روحي. امال ايه؟ باركوا ولا تلعنوا. ايه ده؟ قل له الله يباركك. ان جاء عدوك اوعى تقول فرصة. جاء عدوك تبع ايه؟ اطعمه. ان عطش فاسقيه. دي الحرب الروحية. فإنك بذلك تجمع جمر نار على رأسه. ليه؟ لأنك أنت غلبت الشر بالخير. اوعى تدخل نفسك في شر، ما توسخش نفسك، ده أنت ابن الملك. الرب نور لك طريق الجهاد. كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. حاسب على بقك، حاسب على ودانك من الوساخة، حاسب على لسانك، حاسب على أعصابك، ولا نرفز نفسك خالص. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. عشان كده آخر كلمة في هذا المزمور، مزمور 27 يقول إيه؟ انتظر الرب، استنى الرب ولو مليون سنة، استنى استنى، هتشوف إزاي الرب ينتقم من أعدائه ويبرر أولاده. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. آخر حاجة بقى إيه ينورها لك؟ ينور لك المكافآت على هذا السلوك. الرب في قدرته العجيبة يعرف يدخل الإنسان في امتحانات متكررة كثيرة بحسب عدله، يدخل مثلا المليون مؤمن اللي عايشين دول، أو الاثنين مليون أو العشرة مليون، عارفش كام في العالم كله، يمتحن ده وده وده، كله نفس الامتحان حسب درجة إيمان الواحد. وبعدين يتزكى الإنسان أو ما يتزكاش، ينجح وما ينجحش، نجح انتقل من سنة أولى إيمان لسنة ثانية إيمان، يمتحن برضه، نجح يبقى ثالثة، يمتحن يبقى رابعة. وفي السلم بتاع امتحانات ربنا يمكن في مليون سلم، مليون سلم. وقتها لما حنوصل السماء كل واحد هياخد مكانه بالظبط حسب سلوكك بالإيمان مع المسيح. عشان كده يقول بولس الرسول مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يا بخته اللي يقدر يقول في نهاية حياته قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي. مفيش مشوار في حياتي إلا كملته، أكملت السعي، حفظت الإيمان، لم أتراجع مرة في الشهادة على المسيح. أخيرا وضع لي إكليل البر. كل البلايين دي في السماء كل واحد هياخد مكانه. وزي ما قلنا مرة عن أورشليم في مأساة أورشليم، إنها 1500 ميل طول و1500 ميل عرض و1500 ميل ارتفاع، تسع كل الناس دول. يا حبيبي مكافآتك جميلة جدا، مكافآتك رائعة جدا، تساوي إن أنا أبذل كل اجتهاد في حياتي لكي أرضيك في سلوكي. كان إبراهيم ناظر إلى المجازات، طبعا ناظر المجازات، وهكذا أحبائي ننظر إلى المجازات. لنا هذا الرجاء المبارك إن حيجي وقت الرب حيوزع علينا الأكليل
وحيقول لنا نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين. أنا ماشي ونور.